افتتحت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين لثقافة والآثار مصنع نسيج بني جمرة، وذلك في منطقة بني جمرة موطن صناعة النسيج في مملكة البحرين والذي اشتهرت به منذ القدم. وقد جاء تشييد هذا المصنع ليحافظ على هذه الحرفة من الاندثار وينتقل بها من المحلية إلى العالمية. أولوية لافتة تبديها هيئة الثقافة والآثار تجاه الحرف التقليدية التي شهرت بها البحرين منذ القدم وحتى يومنا هذا. وقد جاء افتتاح مصنع النسيج في بني جمرة ليعكس الجهود المستمرة للهيئة، خصوصا وإنه يسعى إلى تطوير صناعة النسيج والارتقاء بها لتحقق انتشارا أكبر على المستوى الخارجي، بالإضافة إلى جعل هذا المصنع وجهة سياحية بامتياز. مصنع بني جمرة انتظرناه طويلا وجاء بهذه الحلة بما يلائم البيئة بالمنتج الخاص بهذا الموقع المهم. النساجين الذين على مدى سنوات وصلوا هذه المهنة واليوم تنتقل من الآباء إلى الأبناء لكي يكون معلما ولكي نعتز دائما بحرفنا بما يميز أوطاننا. كل شبر في هذا الوطن لديه ما يميزه، كل بقعة لديها تاريخها ولديها حرفتها التي نعمل على الترويج لها. أكثر من سعيدة بسعادة أهالي المنطقة، بسعادة المهتمين بالحرف اليدوية، بسعادة الحرفيين ذات. هذا المصنع هو ثمرة تعاون مع المجتمع المحلي من أجل الارتقاء بالبنية التحتية الثقافية وتعزيز التنمية المستدامة في هذا المجال، خصوصا وإن الصناعات اليدوية لها دور هام في الترويج لما يتم إنتاجه محليا. لذلك فإن صناعة النسيج ستكون حاضرة ضمن المنتجات الإبداعية في جناح البحرين المشارك في إكسبو دبي عام 2021. افتخر قرية بني جمرة في هذه الحرفة اليوم من الأجداد يورثها اليوم الأبناء والأحفاد في ظل ربوع مملكة البحرين. فهذه الحرفة اليوم امتدت إلى ما يقارب عدة قرون، إن اليوم نحافظ عليها في افتتاح هذا المصنع، وهذا يشيد هذا المصنع ذات الطابع التاريخي لمملكة البحرين، ومملكة البحرين المحافظة على الحرف والمهن. مهنة النسيج تعلمتها من الوالد، وهذا أنا مواصلين فيها، وهذا حلم حققته لنا الشيخة. يعني من اليوم احنا ويا الوالد كنا صغار احنا نحلم بهذا المشروع، والحمد لله يعني حققته لنا، يعني واحنا الحين مرتاحين مستانسين ان شاء الله. واشتغل في النسيج ان شاء الله لين كبرنا اتعلم ازيد، تنورث هالشغلة عند الناس اللي في بني جمرة، حتى الناس مو بس احنا اللي نسوي، ناس واجد، وان شاء الله الشغله تبقى في بني جمره ما تنسى. مشروع مصنع نسيج بني جمره يهدف الى احياء وتنشيط حرفه النسيج التي اشتهرت بها المنطقه، حيث سيتم من خلاله الترويج لهذه الصناعه وكل ما يتعلق بها من ابداع وثقافه وهويه. أما من الناحية المعمارية فقد تم اختيار الموقع ليكون وسط مزارع قرية بني جمرة، كما ويعكس تصميم المصنع الهوية العمرانية للمنطقة، وقد تم استيحاء تصميمه من ذاكرة بيوت البرستي التقليدية. يأتي إطلاق مشروع مصنع نسيج بني جمرة بهدف إحياء وتنشيط حرفة النسيج التي اشتهرت بها المنطقة، فضلاً عن الدور الكبير الذي سيلعبه هذا المصنع في حماية هذه الحرفة من الاندثار، تمهيداً للوصول بها إلى العالمية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.